معكم المعلمة حنين برغار من المدارس الفلسطينية في دولة قطر، معلمة مادة التربية الوطنية والحياتية للصف الثاني الابتدائي. المدارس الفلسطينية في دولة قطر، المادة تربية وطنية وحياتية للصف الثاني الابتدائي. سنكمل اليوم الوحدة الثالثة قطرة ماء، والدرس الأخير بعنوان مياه بلادي بإشراف المعلمة حنين برغال. والآن أعزائي الطلاب، سنبدأ درسنا الثالث بعنوان مياه بلادي فلسطين. عزيزي الطالب، سنتعرف اليوم من خلال درسنا على عدة مواضيع، وهي مصادر الماء في فلسطين، المياه السطحية وأشكالها، المياه الجوفية وأشكالها. هيا بنا أعزائي الطلاب، سأطرح عليكم الآن مجموعة من الأسئلة، هل أنتم مستعدون؟ هل سبق لكم وشاهدتم الأمطار أثناء سقوطها؟ أحسنتم، بالطبع نعم. هل شاهدتم مياه تجري على سطح الأرض؟ أحسنتم، أيضا نعم. وهل سبق لكم وسمعتم عن مياه موجودة في باطن الأرض؟ أحسنتم، نعم. بالإجابة عن الأسئلة السابقة، نتوصل معا إلى مصادر الماء في فلسطين هي الأمطار، المياه السطحية، والمياه الجوفية. هيا بنا أعزائي الطلاب نتعرف على معلومات جديدة عنها. عزيزي الطالب، تأمل هذه الصورة جيدا وأجب عن الأسئلة. ماذا تشاهد في الصورة؟ ما الذي يتساقط من السحب؟ أحسنتم، يتساقط الأمطار من السحب. هل تفرح عزيزي الطالب عند سقوط الأمطار؟ أحسنتم، نفرح حين يسقط المطر. في أي فصل من فصول السنة يسقط المطر في فلسطين؟ أحسنتم، يسقط المطر في فصل الشتاء. أين نجمع ماء المطر للاستفادة منه؟ أحسنتم، نجمع مياه الأمطار في البئر للاستفادة منها في الفصول الأخرى. أحسنتم، وعندما تسقط الأمطار يجري جزءاً من المياه على سطح الأرض، والجزء الآخر يتسرب إلى باطن الأرض أو جوفها. إذن نستنتج عزيزي الطالب أن الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين. الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين. أحبائي، هيا بنا ننشد هذا النشيد للمطر. يأتي الشتاء ويسقط المطر، فيروي الحقول ويسقي الشجر. يا فرحة التراب، يعانق المطر. يا فرحة الفلاح، يا فرحة الثمر. فسقوط الأمطار يفرح له الجميع، لأنه يروي الحقول ويسقي الأشجار، فيفرح الفلاح لنمو الثمار.
والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نحل هذا النشاط في الكتاب صفحة 77. أختار من الصندوق الكلمة المناسبة وأكمل بها الجمل الآتية: الكلمات، الأمطار، الآبار، سطحي. الجملة الأولى: تعد مياه من أهم مصادر المياه في فلسطين. أحسنتم، تعد مياه الأمطار من أهم مصادر المياه في فلسطين. الجملة الثانية: توجد المياه إما على الأرض أو في جوفها. إما على سطح الأرض أو في جوفها. أحسنتم. الجملة الثالثة: نجمع المياه في شتاء لاستخدامها صيفا. نجمع المياه في الآبار شتاء لاستخدامها صيفا. سؤال: أفكر وأناقش، من أين نحصل على الماء؟ أحسنتم، من الأمطار والأنهار والآبار والعيون والبحار. أحسنتم. والآن ننتقل إلى هذا السؤال. أختار الكلمة المناسبة وأضعها في الفراغ لأحصل على أنشودة أرددها مع زملائي. الكلمات هي: الشجر، المطر، الفلاح. يأتي الشتاء ويسقط المطر، فيروي الحقول ويسقي الشجر. يا فرحة التراب يعانق المطر، يا فرحة الفلاح، يا فرحة الثمر. عزيزي الطالب، اكتب بخط جميل ومرتب. والآن عزيزي الطالب، ننتقل إلى المصدر الثاني من مصادر المياه في فلسطين، وهي المياه السطحية. تأمل عزيزي الطالب هذه الصورة، ماذا نشاهد فيها؟ أحسنتم، نشاهد المياه على سطح الأرض. إذن المياه السطحية هي المياه التي تجري على سطح الأرض، فنستطيع مشاهدتها فوق سطح الأرض. أحسنتم. هيا بنا نتعرف معا على أشكال المياه السطحية. فالمياه على سطح الأرض لا توجد بشكل واحد بل بعدة أشكال. هيا بنا نتعرف عليها. عزيزي الطالب، تأمل هذه الصورة جيدا. هل سبق لكم وشاهدتم الشيء الموجود في الصورة؟ أحسنتم، ما اسم هذا الشيء؟ أحسنتم، إنه البحر. فالبحر يا أعزائي الطلاب هو شكل من أشكال المياه السطحية الموجودة على سطح الأرض، والذي نقصد به مسطح مائي كبير للمياه المالحة. مسطح مائي كبير للمياه المالحة، فمياه البحر مالحة. والآن ننتقل إلى شكل آخر من أشكال المياه الموجودة على سطح الأرض، وهي البحيرة. ما المقصود بالبحيرة؟ انظروا أمامكم إلى الصورة، فهذه الصورة التي أمامنا هي البحيرة. هيا بنا نتعرف المقصود بالبحيرة. فالبحيرة هي مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات. إذن هي مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات، كما تشاهدون في الصورة. هذه صورة مصغرة للبحيرة، نلاحظ أن اليابسة محاطة فيها من جميع الجهات. أعزائي الطلاب، تأملوا معي هذه الصورة جيدا، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم، نلاحظ وجود جبال في هذه الصورة، وفي الوسط ماء. إذن يوجد جبل، وفي الجهة المقابلة
جبل آخر، وهناك منطقة تقع بين الجبلين ويوجد في داخلها ماء يجري. ماذا نطلق على المنطقة المحصورة بين الجبلين؟ نطلق عليها كلمة وادي. وادي، إذن ما المقصود بالوادي؟ هو منطقة منخفضة تمتد بين الجبال وتجري فيها المياه في فصل الشتاء. والآن ننتقل إلى شكل آخر من أشكال المياه السطحية وهو النهر. نشاهد في الصورة شكل النهر الجاري، يجري بشكل طولي. يقع النهر بين ضفتين، الضفة الأولى والضفة الثانية، ضفة شرقية وضفة غربية. إذن النهر هو مسطح مائي ذو ضفتين يجري فيه المياه العذب، فالنهر دائم الجريان ومياهه عذبة ولذيذة. والشكل الأخير من أشكال المياه السطحية محاط باليابسة من ثلاثة جهات، ويطلق عليه اسم الخليج. فالخليج هو مسطح مائي محاط باليابسة من ثلاث جهات ومياهه مالحة. وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد توصلنا إلى أشكال المياه السطحية، وهي البحر، البحيرة، الوادي، النهر، والخليج. والآن هيا بنا معا نحل نشاط الكتاب. أختار من الصندوق ما يناسب الجمل الآتية وأكتبه في الفراغ. الكلمات هي الخليج، البحر، البحيرة، الوادي، النهر. الجملة الأولى: مسطح مائي كبير للمياه المالحة. أحسنتم، البحر. الجملة الثانية: مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات. أحسنتم، البحيرة. الجملة الثالثة: منطقة منخفضة تمتد بين الجبال تجري فيها المياه في فصل الشتاء. أحسنتم، الوادي. الجملة الرابعة: مسطح مائي ذو ضفتين يجري فيها الماء العذب. أحسنتم، النهر. الجملة الخامسة: مسطح مائي محاط باليابسة من ثلاث جهات ومياهه مالحة. أحسنتم، الخليج. السؤال الثاني: بمساعدة معلمي أشتبه حروف بحر، بحيرة، وادي، نهر، خليج، وأكون مما تبقى من الحروف كلمات أقوم بترتيبها لأحصل على جملة مفيدة وأكتبها أسفل الجدول. الكلمات: بحر، بحيرة، وادي، نهر، خليج. الحروف المتبقية نكون منها جملة وهي المياه السطحية. أحسنتم. أعزائي الطلاب، شاهدوا معي هذه الصورة. ما هذه الصورة التي أمامنا؟ أحسنتم، إنها خريطة فلسطين. هل تستطيع عزيزي الطالب أن تحدد المياه الموجودة في فلسطين من خلال الخريطة؟ ما اللون الذي يدل عليها؟ أحسنتم، اللون الأزرق. هيا بنا معا نحدد مسطحات المائية في فلسطين. أحسنتم، البحر الأبيض المتوسط، وبحيرة طبرية، والبحر الميت، وخليج العقبة. أحسنتم، وجميعها نطلق عليها المسطحات المائية في فلسطين. هيا بنا نتعرف على معلومات
عنها. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة، ماذا تشاهد أمامك؟ أحسنت، إنه البحر. ما اسم البحر الموجود في فلسطين؟ بحر كبير. أحسنتم، إنه البحر الأبيض المتوسط. ما مذاق البحر؟ أحسنتم، مالح، فمياه البحر مالحة. هيا بنا نشاهد البحر الأبيض المتوسط على خريطة فلسطين. هذا هو البحر الأبيض المتوسط. أحسنتم. انظروا أمامكم إلى خريطة فلسطين. أين يوجد البحر الأبيض المتوسط؟ أحسنتم، هناك مجموعة من المدن تقع على البحر الأبيض المتوسط، مثل مدينة عكا، مدينة حيفا، مدينة يافا، ومدينة غزة، وهذه المدن التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط نطلق عليها اسم المدن الساحلية، وهناك مدن بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط مثل مدينة نابلس ومدينة القدس، ونطلق عليها اسم المدن الداخلية. ننتقل إلى نشاط الكتاب. أختار الكلمة المناسبة وأكمل بها الجملة ثم أقرأها. الكلمات السطحية الجوفية، داخلية ساحلية، نابلس حيفا. الجملة الأولى: يعد البحر المتوسط من أشكال المياه في فلسطين. اختر الكلمة المناسبة من أشكال المياه السطحية أو الجوفية. أحسنتم، السطحية. الجملة الثانية: تسمى المدن الفلسطينية التي تطل على البحر المتوسط مدناً داخلية أو ساحلية. أحسنتم، ساحلية. الجملة الثالثة: تعد مدينة من المدن الساحلية الفلسطينية، نابلس حيفا. أحسنتم، تعد مدينة حيفا من المدن الساحلية الفلسطينية. أحسنتم. سؤال جيم: ألون البحر المتوسط في خريطة فلسطين باللون الأزرق وأكتب اسمه على الخريطة. هيا بنا نلون البحر الأبيض المتوسط باللون الأزرق. هيا بنا، لونوا معي. أحسنتم، هيا بنا نكتب اسمه البحر الأبيض المتوسط. أحسنتم. ماذا نشاهد في الصورة؟ أحسنتم، إنها بحيرة محاطة باليابسة من جميع الجهات. أحسنتم، ما اسم البحيرة الموجودة في فلسطين؟ اسمها بحيرة طبرية. كيف يكون مذاق الماء في البحيرة؟ أحسنتم، مذاقها عذب ولذيذ، ونستطيع شرب ماء البحيرة. من منكم يحدد لي بحيرة طبرية على خريطة فلسطين؟ أحسنتم، هذه هي بحيرة طبرية. أحسنتم. والآن هيا بنا نشاهد هذه الصورة جيداً. إنه بحر موجود في فلسطين ويطلق عليه اسم البحر الميت. لماذا يطلقون عليه اسم البحر الميت؟ هيا بنا نتأمل الصورة جيداً. ماذا يوجد هنا؟ ماذا الشيء الأبيض المتراكم؟ أحسنتم، إنه الملح. فهذا البحر يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ولذلك يسمى البحر الميت، ومذاق المياه فيه مالح جداً. فنلاحظ
لا يوجد في هذا البحر أمواج مرتفعة، ولا يوجد فيه سفن، ولا توجد فيه أسماك تعيش فيه، لذلك يطلقون عليه اسم البحر الميت. هيا بنا معا نحدده على خريطة فلسطين، أين يقع البحر الميت؟ أحسنتم، هذا هو البحر الميت. والآن ننتقل إلى نشاط الكتاب بمساعدة معلمي. أعد بطاقة تعريفية لكل من بحيرة طبرية والبحر الميت. الصورة الأولى الاسم بحيرة طبرية. أحسنتم. مذاق الماء حلو وعذب. أحسنتم. الصورة الثانية الاسم البحر الميت. مذاق الماء مالح جدا. أحسنتم. أفكر وأناقش، لا تعيش الكائنات الحية في مياه البحر الميت، ما السبب في ذلك؟ أحسنتم، بسبب ملوحة الماء الشديدة. تأملوا هذه الصورة جيدا، ما هو المسطح المائي الذي تحيط فيه اليابسة من ثلاثة جهات؟ ماذا نطلق عليه؟ أحسنتم، نطلق عليه الخليج. يوجد في فلسطين خليج العقبة، ومذاق الماء في الخليج مالح. هيا بنا معا نشاهد خليج العقبة على خريطة فلسطين، أين هو؟ أحسنتم، هنا. فخليج العقبة محاط باليابسة من ثلاث جهات. أحسنتم. عزيزي الطالب، هيا بنا نقوم بتعيين المسطحات المائية على خريطة فلسطين التي أمامنا. من منكم يحدد لي المسطحات المائية في فلسطين؟ أحسنتم، فهنا البحر الأبيض المتوسط في الجهة الغربية، وبحيرة طبرية في الشمال، وفي الجهة الشرقية البحر الميت، وفي الجنوب خليج العقبة. أحسنتم. والآن سنتعرف معا على الأودية والأنهار في فلسطين. انظروا أمامكم إلى هذه الصورة، إنه وادي موجود في فلسطين ويطلق عليه اسم وادي الباذان. وادي الباذان موجود في مدينة نابلس، طبعا تجري فيه المياه في فصل الشتاء فقط، عندما تسقط الأمطار تجري فيه المياه. مذاق الماء فيه عذب ولذيذ. والآن تأملوا هذه الصورة جيدا، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم، إنه نهر، فللنهر كما قلنا سابقا ضفتين، ضفة شرقية وضفة غربية. أحسنتم، ما اسم النهر الموجود في فلسطين؟ إنه نهر الأردن. نهر الأردن يفصل بين الأردن وفلسطين، ففي الضفة الشرقية توجد الأردن، وفي الضفة الغربية توجد فلسطين، وتجري المياه فيه طوال العام، لا تتوقف المياه في النهر أبداً، ومذاق الماء فيه عذب. والآن ننتقل إلى حل هذا النشاط في الكتاب. أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة فيما يأتي. الجملة الأولى: تجري المياه في الأودية كل أيام السنة، صح أم خطأ؟ ممتاز. أحسنتم، خاطئة. الجملة الثانية: من الأمثلة على الأودية في فلسطين وادي الباذان. أحسنت. الجملة الثالثة: من أشهر أنهار فلسطين نهر الأردن. عمل رائع. الجملة الرابعة: تجري المياه في فصل الشتاء في الأنهار فقط. أحسنت.
الجملة الخامسة: مياه الأودية والأنهار مذاقها مالح. أنا فخور بك. ومن مصادر المياه في فلسطين أيضاً، تحدثنا عنه سابقاً، أن هناك جزء من مياه الأمطار تتسرب إلى باطن الأرض، ونطلق عليها اسم المياه الجوفية. فالمياه الجوفية إذن هي المياه التي تسربت إلى جوف وباطن الأرض. كيف تكونت المياه الجوفية في باطن الأرض؟ أعزائي الطلاب، انظروا أمامكم إلى هذه الصورة، والتي تعبر عن كيفية تكون المياه الجوفية في باطن الأرض. في البداية، يوجد عندنا هنا صخور منفذة للماء. تشكل الصخور إذن منفذاً مهماً لمياه الأمطار. وعندما تسقط الأمطار، ماذا يحدث لها؟ تتسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض من خلال التشققات الموجودة في هذه الصخور، ومن ثم تتجمع مياه الأمطار في جوف الأرض أو باطن الأرض، وتكون الخزان الماء الجوفي. إذن من خلال التشققات الموجودة في الصخور تتسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض، ومن ثم تتجمع مياه الأمطار وتكون خزان الماء الجوفي. والآن ننتقل إلى نشاط الكتاب. أصل الجمل الآتية بالرقم المناسب لأحصل على خطوات تجمع المياه الجوفية وأقرأها. الجملة الأولى: تتجمع مياه الأمطار المتسربة في جوف الأرض وتكون خزانات المياه الجوفية. في أي مرحلة من مراحل تجمع المياه الجوفية؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أحسنتم، الثالثة. الجملة الثانية: تتسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض من خلال التشققات. أحسنتم، هذه الخطوة الثانية. الجملة الثالثة: تشكل تشققات الصخور منفذاً لمياه الأمطار. إذن هذه الخطوة الأولى. أحسنتم. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل إلى أشكال المياه الجوفية. فالمياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض، عندما تخرج من باطن الأرض إلى سطح الأرض، تكون على شكل عيون ماء لذيذة وينابيع. هيا بنا معا نتعرف عليها. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا معا نتعرف على بعض الأمثلة على عيون الماء في فلسطين. كما قلنا سابقا ونشاهد في الصورة أيضا، هذا الماء الموجود أمامنا في الصورة هو عبارة عن مياه جوفية كانت موجودة في باطن الأرض وخرجت على شكل عيون ماء. ومن الأمثلة عليها في فلسطين عين السلطان في أريحة، ويكون مذاق الماء فيها عذب ولذيذ. وهنا أيضا مثال آخر على عيون ماء في فلسطين، هنا اسمها عين طينية في رام الله. وهناك الكثير من عيون الماء موجودة في فلسطين، فمعظم القرى الفلسطينية يوجد فيها عيون ماء تستخدم للشرب وري المزروعات وغيرها. والآن ننتقل إلى هذا السؤال الأخير في كتابنا، وهو: أختار الكلمة المناسبة من الصندوق وأكتبها في الفراغ لأكون جملة مفيدة. الكلمات هي الجوفية، الأمطار، عذبة. الجملة الأولى: تغذي مياه عيون الماء. تغذي مياه الأمطار عيون الماء. الجملة الثانية: تعد عيون الماء من مصادر المياه الجوفية. أحسنتم. الجملة الثالثة:
مياه عيون الماء عذبة، أحسنتم. وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد توصلنا إلى نهاية الوحدة الثالثة من كتابنا بعنوان قطرة ماء. شاكرة لكم حسن استماعكم، مع السلامة.